فاتح الكلينيكال كير وانت هتفتح من هنا. ماشي اوكي تمام احسنت اوكي احسنت. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في كلية العلوم. احنا من كلية الطب، أمين مكتبة كلية الطب، تخصص أشرف قمر. نشكر أستاذنا كريم على كل اللي هو قاله. هنقول مع بعض كلينيكال كي، بس قبل كلينيكال كي الدكتور كان بيسأل على حاجة، عايز أقول له إن إي كي بي اشترى قاعدة السفير بنسبة 100%. بنسبة 100%، يعني ما ينفعش تشوف بيبر عليها الرمز بتاع السفير إلا لو تعرف إنها ملكك. ملكك في أي وقت تقدر تنزلها. إيو اللي سي اللي أستاذنا كريم اتكلم عنه كان بيغطي السفير بنسبة 20% من اشتراك الإي كي بي. يعني أنت دلوقتي عند الاي تي بي اي بيبر هتقابلك كتير بتاعتك، عندي اي ال سي نسبه الدفع بتغطي 20% من المتاح عندي ال سي بس. طيب مين بيبيع كلينيكال كي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي؟ هو نفس ال سي، هو نفس ال سي اللي بيبيع كلينيكال كي، يعني جمع الشغل المهتم بالكلينيكال وجمعها كلها في تجهيز واحده واتاحها لك. عشان بس هو بس يشتغل اوكي كلنا اشتغلنا قبل كده، كنا بنشتغل على سكولر على هوب ميل على اي حاجه وبيتقابلنا البيبر وبنروح ندور عليها بعد ما اخد الابستراكت بتاعها اروح ادور عليها عند اي يو ال سي او بروح النقابه اذا ما لقيتش في اي يو ال سي بروح اي مكان اللي هم يقدر يجيبها لي ب 50 جنيه او ب 100 جنيه. دلوقتي انا بقول لك ما عادش تدفع فلوس في اي شيء، كل ما هو متاح على السفير كداتا بيز متاح ليك دلوقتي. هنتكلم مع بعض عن، كنت عايز اتكلم شويه في الاي كي بي كمشروع كامل، بس استاذنا كريم غطى معظم الاجزاء، بس عايز اقول له بشره بسيطه خالص ان دلوقتي ان شاء الله يتاح التسجيل. استاذنا كريم هيتاح التسجيل على ايقونه الباحثين من البيت لمن لديه اوفيشال ايميل، اوفيشال ميل بس اللي هو على الجامعه، هيتاح التسجيل من البيت. يعني جاري اعداد تظبيط الموضوع ده ان انت تقدر تسجل كباحث من البيت، بس بشرط الاوفيشال ميل، شرط اساسي، بدون الاوفيشال ميل مش هتقدر تسجل في الباحثين. جاري تظبيطها، يعني ممكن تقول لي دلوقتي انا دخلت في البيت وما سجلش، احنا دلوقتي جاري تظبيطها بناء على طلبات الجماعه بتوع الاي تي لتفعيل الاوفيشال ميل، لان في ناس كتير مننا كتير جدا ما بينفعش الاوفيشال ميل ولا بيشتغل بيه خالص، فهيبقى يريحك ان انت وانت قاعد في بيتك تسجل كباحث، وبالتالي مش هيحتاج منك برضو ان انت تيجي كل شهر تفعل الاكونت بتاعك. تمام ده يا استاذنا؟ ايوه الله ينور عليك. بالاوفيشال، شرط الاوفيشال ميل بس. احنا كنا في هندسه وكانوا لهم طلب غريب ان قالوا اقفل التسجيل على الاي كي بي نهائي الا بالاوفيشال ميل، لان الناس عندنا مش مشغله، مش مكتبه الحساب بتاعها خالص. فاحنا حطينا ده اوبشن زياده لمن يريد ان يسجل من بيت. هي بس الاوفيشال ميل حاليا بيديني ويندوز 10 فور فري، بيديني اوفيس 16 فور فري. اه طبعا عليه برامج، يعني عندي 163 برنامج من مايكروسوفت باخدهم مجاني لو انا الاوفيشال ميل بتاعي 10 فري. حاجه هو بصراحه يعني اي حاجه دلوقتي حضرتك كنت شفت البورد بتاعي هتلاقي اسمي كان مسجل فوق على يمين كده فوق اسمي، يعني النسخه تحتي انا مش حاجه تاني، ومن حقي ان انا احمل خمس نسخ اللاب والتاب ولاي حاجه عندي، دي حاجه كانت موجوده بالنسبه لي. يعني نرجو من الجميع انه يفعل الاكونت بتاعه في الاوفيشال ميل. هنتكلم دلوقتي النهارده على كلينيكال كي، هي داتا بيز مهمه جدا، يمكن معظمنا اشتغل لو سمعت عن ابديت داتا بيز، القاعده دي بتغطيها، يعني اللي عنده اكونت او اللي عنده حاجه ما بتفتحش على الابديت فيقدر يشتغل بالكلينيكال كي. بنقول الكلينيكال كي داتا بيز بتشتريها بنك المعرفه المصري، بتوصلها عن طريق لها ايقونه خاصه بيها او من تحت السفير، في ايقونه خاصه، في هنا داتا بيز خاصه بالكلينيكال كي لوحدها، او بروح عند السفير عادي خالص من هنا لان هو اللي بيبيعها، وادخل من عند الكلينيكال كي. يبقى انا دخلت على الكلينيكال كي كداتا بيز مستقله لوحدها او هنا، والاثنين بيوديك لنفس الداتا بيز، مفيش واحد هيوديك جزء واحد هيوديك جزء. دايما بنقول ان
بنك المعرفه دفع فلوس كتير جدا، دفع فلوس علشان يشتري الداتابيز دي، واصبحت الداتابيز متاحه لحضرتك بشكل مجاني. تستغل وجودك على الداتابيز وانت داخل بشكل ليجل، وروح سجل نفسك هنا، اعمل ريجستريشن وسجل نفسك على الداتابيز دي. والميزه اللي بيديها لك ان انا اسجل نفسي على الداتابيز، استاذنا الكريم قال لحضراتكم ان الاي تي بي شغال للمصريين داخل مصر، يعني المصري اللي بره مصر ما بيستفادش، والاجنبي اللي على ارض مصر ما يستفادش. لكن سعادتك لو سجلت نفسك وعملت لنفسك اكاونت تحت اي داتابيز من ال 30 او ال 32 داتابيز دي، هتاخد ميزه جميله جدا، ان الداتابيز دي الاكاونت بتاعك وانت بره مصر هتفتح معاك الاكاونت. هدخل بره مصر، انا في السعوديه، في الامارات، في المجر، بكتب كلينيكال كيو، بدخل بيقول لي اطلب مني لوج ان، هقول له لوج ان، واحط اليوزر نيم بتاعه والباسورد اللي انا عملته سجلتهم وانا جوه مصر بشكل ليجل، وهيفتح لي الاكونت بتاعي. اقول لك لازم اسجل جوه مصر، ان هو في اليو ار ال هحط لي اصلا ETB.EG في الاخر. ما انت لازم تسجل من، بس هو في مشكله برضو ما زالت احنا برضو لازم نوضحها لحضرتك، ان انت دلوقتي وانت في الاكونت بتاعك تحت الكلينيكال كي، كل كلمه سيرش انت بحثت عنها متسجله في هيستوري سيرش والتاريخ دي. يعني اذا بحثت عن اي كلمه وبعد كده ظهرت لك نتائج، ومن النتائج دي لقيت فيها اكتر من بيبر انت عايزها وقفلت جهازك ومشيت، وجيت بعد شهر 2 3 تقول والله انا مش فاكر الترم المصطلح اللي انا كنت بدور عليه، كان مديني كام بيبر جميله جدا. لا، هنا يا فندم كل كلمه انت تكتبها في الاكونت بتاعك موجوده محفوظه بيك. مش بس كده، انا دلوقتي في فندق، في مؤتمر، في الكليه، في اي مكان، والنت عندي سريع، طبعا مش هنا، النت عندنا بطيء شويه، النت عندنا سريع، ودخلت على الاكونت بتاعي قابلني كام بيبر وكام كتاب، شغل جميل جدا، وانا محتاج اسيت الحاجه دي. بمجرد ان انا بضغط على ايقونه صغيره خالص اسمها سيل، حفظ لي البيبر دي كامله فين بقى؟ في الاكونت بتاع اللي على كلينيكال كي، مش على الجهاز ولا على اللابتوب ولا على الفلاشه ولا على اي شيء. بروح انا البيت، بفتح، بدخل على الاكونت بتاعي بدون ما بعمل سيرش، بجيب الحاجات السيف دي كلها بيديها لي. ممكن اطلع عليها من بره مصر؟ ممكن يا فندم. كل ما قمت بحفظه على الاكونت بتاعك اللي تحت اي داتابيز تقدر تفتحه وانت بره مصر. المشكله ان هي اللي هتقابلك بره مصر ان مش هيتيح لك تعمل سيرش جديد، مفيش سيرش جديد بره مصر، السيرش هيبقى من جوه مصر، وكل ما قمت بحفظه متاح لك حتى وانت بره مصر. فول تكست يا فندم، فول تكست يا فندم، متاح لك كل ما قمت بحفظه متاح لك تقدر تطلع عليه وانت بره مصر، لكن مش هيتيح لك انك تعمل سيرش جديد على القاعده على الداتابيز دي. طيب، عايز اقول برضو على النقطه بتاعت سي ام اي. سي ام اي هيدي لك شهادة بكل الشغل اللي حضرتك اشتغلته، عدد الساعات اللي حضرتك وانت طالب ترقية لدرجة معينة من الدرجات الأستاذية، بيطلب منك أحيانا عدد ساعات تكون اشتغلتها، عملت أبديت لمعلوماتك في أكثر من داتابيز، من ضمنها تقدر تاخد شهادة من الداتابيز دي بعدد الساعات في الثانية اللي انت اشتغلتها. مش بس كده يا فندم، ده انت ممكن تحدد الموضوعات كمان، تقول أنا اشتغلت في موضوعات 1 2 3 4 وتطلع لك في الشهادة من دكتور فلان الشهاده بتاعتك اهي، ولو انت عامل في الاكونت بتاعك حاطط صوره هتطلع صورتك والشهاده بتاعتك، ويطلع عدد الساعات اللي انت اشتغلتها كلها. ده بيطلبوه في طب، يمكن مش عندنا بره بيطلب، علشان تترقى من درجه للثانيه لازم تكون لك عدد ساعات معينه، وخاصه على الداتابيز، على الداتابيز بتاعت الكلينيكال كي. طيب، برضو في جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية بيطلبوا عدد ساعات معينة في مجال عملك اشتغلتها ابديت للمعلومات. معلش بس، هو كلينيكال كي هو خاص بالطب اكتر ولا احنا كمان بالنسبة لنا؟ هتلاقي حاجات جميلة جدا عليه. تمام؟ هنتكلم دلوقتي ايه الموجود على كلينيكال كي. خلينا لما نقول رقم صغير، اما اجي اقول الكلينيكال كي متاح عليه 1200 كتاب. 1200 كتاب. خلينا نقول ان هم الاكثر استخداما في الداتا بيز بتاعك. السفير اكثر 1200 كتاب استخداما الدوله اشترتهم واتحتهم ليك فري فول تكست. واضحه النقطه دي؟ يعني عدد الكتب مش كتير، 1200 مقارنه مع سبرينجر استاذنا كريم يوضحها او نوضحها. سبرينجر هتلاقي متاح على سبرينجر 225000 كتاب، 225000 كتاب فري فول تكست عند سبرينجر. بس هو بيتيح لك للدوله اشتراته، الدوله اشترت من عند سبرينجر كل منشورات سبرينجر من سنه للخلف، يعني كل كتب 2016، كل ما صدر عن سبرينجر في 2016
متاح لحضرتك دلوقتي لان دخلنا في 17، هتيجي في نهايه السنه دي او في بدايه يناير تقدر تنزل كتب 18 كلها قبل ما يقفل عليك بعد شهر. يعني احنا دلوقتي نزلنا كتب 17 وقفلنا الحمد لله، جه دلوقتي من بدايه شهر 3 قفل كتب 2017 علينا، احنا خدناها خلاص مش عايزينها، هو قفلها يتيحها لك 1/1/2018 هيكون متاح لك منشورات 2017، بتفضل متاحه معاك حوالي شهرين في بدايه السنه قبل ما يقفل عليك، تقدر تنزل كل كتب 2018 في بدايه السنه على طول. نيجي نشوف هنا ايه اللي متاح عند الكلينيكال كي. بنشوف هنا انا لو هعمل سيرش في الكلينيكال كي لازم احدد، انا بوجه الجهاز بوجه الداتابيز بقول له ابحث فين. كتب بقول لك كتب مش كتير، يعني برضه 1200 كتاب مش كتير، لانك لو رحت عند سبرينجر في مجال في المجال بتاعكم في كل مجال هتلاقي مش اقل من 2000 كتاب في المجال الواحد. يعني احنا عندنا في طب حوالي 25000 كتاب متاحين لاي طبيب يقدر ينزلهم من الاكونت بتاعه. وما نقول ان حضرتك مسجل كباحث ده مش معناه ان متاح المواد الخاصه بعلوم بس، انت حضرتك مسجل كباحث لك صلاحيه على الاربعه داتابيز، الاربعه بورتال، كل ما هو متاح على البوابه بتاعه الاطفال او الطلاب او القارئ العام او الباحثين حضرتك كباحث كل ده متاح ليك. هل في ليميت في الداونلود؟ مفيش اي ليميت يا فندم في الداونلود، اعمل داونلود زي ما انت عايز طالما ان عمليه الداونلود هي نتيجه لعمليه بحثيه، انا عملت بحث وظهرت نتيجه فبعمل داونلود للنتيجه، ما ينفعش اجي كده ادخل بدون اي بحث واروح على الجورنال وافتح انا العدد بتاع مارس اللي احنا شغالين فيه واجي على بيبر واعمل لها داونلود للجورنال كله، هنا هيفتكرك شغال بشكل تجاري بتاخد حاجه تبيعها، لان مش ممكن انا هكون العدد بالكامل ريليتد قوي لشغلي او للنقطه البحثيه بتاعتي، اكيد في بيبر 2 3 مش بتوعي. طب انا لو نفرض ان انا دلوقتي عايز انزل العدد بالكامل، عايز انزل العدد بلاش يكون في جلسه واحده، يعني مش في نفس الجلسه هدخل على جورنالز واقعد انزل داونلود لكل العدد، العدد الجلسه دي جلسه اللي هي ساين ان، نزلت 3 4 بيبر قفلت ساين اوت خرجت، ثاني يوم جيت نزلت 2 3 ثانيين، هتوصل في النهايه لان انت نزلت العدد بالكامل، لان في البروتوكول اللي حضرتك وافقت عليه وانت بتعمل ريجستريشن بيقول ان مفيش اي داتا هنا لغرض تجاري، ما تاخدش اي كتاب. احنا عرفنا ان بعدين ان في دكاتره بتبيع اسطوانات كتب 2017 في المستشفى، اسطوانه ب 20 جنيه مش مشكله، بس المشكله ان هي فري للكل، وانت بتسجل نفسك يا فندم مضيت علامه الصح اللي انت عملتها دي موافق على البروتوكول، البروتوكول بيقول ان كل الداتا اللي هنا فري لجميع المصريين، انا مسجل باحث وزميلي مسجل طالب او قارئ عام مش من حقي ابيع له، لان الدوله اللي دفعت مش انا كباحث اللي دفعت، الدوله دفعت ليا وله ولغيره، اذا انا عايز ادي له الحاجه اديها له مجاني فري، اذا نزلت الحاجه ما ينفعش ابيعها نهائي. برضه في ضمن البروتوكول ان انا ما بيعش حاجه، ما بيعش لحد بيبر، انا مسجل باحث وانا استاذ وعندي طالب مسجل ايا كان طريقه تسجيله وما بيعلوش البيبر اقول له ب 50 جنيه او ده انت كده بتخالف الشروط اللي حضرتك وافقت عليها. واضحه النقطه دي يا فندم؟ هتقابلك نقطه ثانيه برضو خلينا نقول عليها، وانت بتعمل داونلود لاي كتاب في داتا بيز بتتيح لك انك تنزل الكتاب وان كليك زي سبرينجر مثلا ضغطه واحده، في اكتر من داتا بيز ثانيه في البروتوكول بتاع الاتفاقيه بتاعت الاي كي بي معاهم ان هو ان انت تعمل داونلود شابتر بشابتر، ما ينفعش تنزل الكتاب مره واحده. هم بيعتقدوا ان انا مثلا الكتاب ده في 10 شابتر هيكون في واحد منهم اللي ريليتد قوي للشغل اللي انا هحتاجه وواحد تاني محتاج شابتر تاني بس احنا في مصر دايما بنحب ناخد الكتاب بالكامل، حتى لو انا محتاج منه يمكن حاجه في المقدمه او في اي صوره او حاجه بنزل الكتاب بالكامل، وهو ما بيعرضش على كده على فكره، وعشان كده مفيش ليميت للداونلود، مفيش ليميت في الكم للداونلود، اعمل داونلود زي ما انت عايز والموضوع فري وما تخافش من اي حاجه. الناس برضو الناس اللي بتسجل ليه يقولوا ليه مربوط بالرقم القومي؟ خايفين يا حبيبي انت مش هتدفع فلوس، انت خايف ليه؟ اضافه الى ان الاي كي بي لازم يتاكد ان قاعد هو شخص مواطن مصري، ما تخافش حط رقم قومي وانت مطمن 100% معلوماتك سريه وكل شغلك في امان 100%. الاي كي بي لا يتبع الجامعه ولا يتبع مجلس اعلى للجامعات ولا يتبع وزاره التعليم العالي، يتبع فقط حاجه اسمها المجالس المتخصصه في رئاسه الجمهوريه، ما فيش اي حد له سلطه على الاي كي بي. طيب في استمراريه للاي كي بي؟ ان شاء الله في استمراريه، لان الاي كي بي هو بيشتري الداتابيز دي، الاتفاقيه بتاعته كانت في البدايه 3 سنين مع الداتابيز دي،
ثانيا الاي كي بي عمل حاجه ما عملهاش اساتذتنا في اي ال سي، ان الاي كي بي اشترى الداتابيز، اشترى كل ما هو متاح في الاي ال سي كان اشتراك، يعني نهايه السنه يقفل عليه، ما جددتش الاشتراك. وكلنا قابلنا حتى احنا كمناء مكتبات كنا بنعاني من الموضوع ده، نهايه اشتراكك في الداتابيز كمجلس اعلى للجامعات بيقفلوا علينا. لا، الاي كي بي عمل قال انا عشان ادفع فلوس في الماده دي لازم تبقى ملكي، مش هينفع السنه الجايه ما جيتش اشتراك ما تقفلش عليا بقى، اديني كل اللي دفعت فلوسه خليه في المخزن بتاعي وقت ما عاوزه، يا رب ابطل معاك اشتراك فكل اللي انت خدت فلوسه انا اخدته. وبرضه خلينا نقول المبلغ بتاع الاي كي بي في بدايه تاسيسه للدكتور طارق كان موجود صوته دلوقتي موجوده دي، المبلغ كان 495 مليون جنيه لانشاء بنك المعرفه، طبعا مبلغ ضخم. ممكن واحد يقول ليه ما عملوش بيه مشروع للشباب، ليه ما عملوش بيه شغلوا شباب، بس انا ما بتيح لك المعلومه بتالك شيء مفلتر شيء علمي، انت بالمنتجات بتاعتك بالمخرجات البحث العلمي بتاعتك هتفتح مجالات لتشغيل شباب، وهتفتح مجالات لتطوير تعليم، وهتفتح مجالات لتطوير الصحه وكل المنظومات اللي في الدوله. انت مطلوب منك تطور بالفلتر اللي انت بتعمله بالمخرج المنتج النهائي اللي انت اللي حضرتك بتقدمه لي، هو ده اللي هيطور الدوله. يعني المبلغ مش كبير، خلينا نقول ان هو مش كبير. طيب انا دخلت على كلينيكال كي وسجلت وعملت ريجستريشن لنفسي، كلينيكال كي بيتيح لي ايه؟ معظمنا بيكون جاي يدور على بيبر، بيبر عايز يعمل بحث رساله ماجستير دكتوراه جاي يدور على بيبر. انا هنا فاقول لك على طول انت جاي تدور على بيبر اضغط على دي بدون ما تضغط على اي حاجه ثانيه، اضغط على كلمه جورنال هيفتح لك قائمه بالجورنالز اللي عند الكلينيكال كي فروم اي تو زد، طريقه بحث سهله جدا فروم اي تو زد. طيب مش بس كده يا فندم، ده انت تقدر تعمل فلتر كمان، تقدر تحدد الموضوع اللي انت عايزه في السيرش بتاعك. بيفتح لك التخصصات وكل تخصص في كام جورنال، مش تريك لك فيهم فري فول تكست، كام جورنال في الداتا بيز الواحده، كل داتا بيز من دي هيتحدد لك جنبها دلوقتي كل كام جورنال، وكل تخصص هتدخل عليه يا فندم هيجيب لك برضه جورنال فروم اي تو زد، طريقه بحث سهله جدا. وفي طريقه ثانيه، حد عايز انا اقف في اي وقت، اللي عنده اي استفسار لا يتردد في اي لحظه، مش بعد ما اخلص بلحظة بلحظة عشان ما فيش معلومة تقيم منك أو تاخد معلومتين واللي قبلها مش راكب. كل شيء، كل اللي أنت عايزاه بالعربي موجود، ما تقلقيش. في داتا بيز تانية. دي لأنها ناشونال مش مصرية. في داتا بيز تانية، يمكن الأستاذة منى والأستاذ خالد يقول لك على دار المنظومة، وعندك الإيفيسكو عندها داتا بيز جميلة جدا للبحث باللغة العربية، ما تقلقيش. العربي موجود. خاصة أما نيجي نقول اللي انا عندنا بورتال كامل للقارئ العام، القارئ العام ده المفروض ان هو ملوش دعوه بالانجليزي خالص. جاي اقرا قصه لنجيب محفوظ، جاي اقرا كتاب في الاداره في التسويق في اي تخصص. خلينا انت كمجال مكتبات، ده مجال المكتبات ليهم حاجات مش عايز اقول لك غطت على بتوع الطب، لان اللي عملوا الموقع ده اصلا بتوع مكتبات، فانت ما تقلقيش. ونقعد مع بعض في اي وقت انت عايز تقولي ايه المتاح للمكتبات وهقول لحضرتك عليه. تمام؟ اي جورنال من دي وان كليك ضغط عليها، خلينا نقول برضو ان كل شيء هنا متاح لك فري فول تكست. اي ضغط على الجورنال يفتح لك قائمه بالفوليوم بالاعداد والسنوات اللي موجوده في الجورنال ده. ضغطه واحده على، خد بالك احنا كل ده ما كتبناش حاجه يا فندم. ما كتبتش، ما استخدمتش الكيبورد خالص لحد دلوقتي. انا كل اللي في دماغي ان انا عملت سيرش على سكولر على الباب ميل على جوجل العادي خالص، وعرفت ان في بيبر في جورنال معين سنه كذا في العدد كذا صفحات كذا بس، والبيبر دي ريليتد قوي ليا وعايزها. كل اللي احنا عملناه دلوقتي ان انا جيت في الجورنال فروم اي تو زد، اخترت الجورنال بتاع اللي انا عايزه ودست على الارشيف بتاعه، فتح لي السنه. انا عارف مثلا انها في سنه 13، خلينا اخد اخر حاجه في سنه 16، هيفتح لك القائمة بتاعته، هختار العدد زي ما احنا ماشيين، اخترت العدد، بروح على اي بيبر وبروح على علامة البي دي اف دي وبنزل البيبر بتاعي بدون ما اعمل اي سيرش. انا مشيت ورا البحث اللي كان قابلني قبل كده وكنت عايز البيبر بتاعته الفول تكست،
وبنطمنك تاني يا فندم ان اي بيبر هتقابلك عند السفير تاكد انها ساعه ما تشوف علامه السفير اللي هي موجوده فوق دي تاكد انها عندنا متاحه ليك بنسبه 100%. اي حاجه عند السفير الدوله اشترت من عند السفير. خلينا اروح الشاشه بتاع بنك المعرفه. عايز الهوم بيج بتاع بنك المعرفه اللي هي دي. اقول لك على نقطه بسيطه عند السفير من هنا هتبص عليها. سايت دايركت ده موقع مهم جدا هتستخدموه. لا انا اللي انا عايز ده السفير باك فايلز. بنك المعرفه اول ما بدا كان شاري الجورنال من سنه 97 لحد النهارده. جه طلبات كتير وناس كتير في شغلها بتحتاج اعداد او بيبرز منشوره قبل 97. فالدوله راحت اشترت. خلينا برضو افرق بين اشترت مش اشتركت. اشترت الباك فايل بتاع السفير كل الجورنالز اللي بينشره السفير بنسبه 100%. الدوله اشترته في الباك فايل ده. يعني انت بنفسك وانت بتبحث ان لقيت حاجه قابلتك قبل 97 اعرف انا هدور عليها فين عشان اروح ادور على الباك فايل. ما اروحش ادور فوق واقول لا ده مش متاح. هي خلاص بقى في داتا بيز القديم بتاعها. مش بس عند السفير على فكره برضو من حديثا جدا اشتروا الباك فايل بتاع سبرينجر او سبرينجر زي ما الدكتور بيقول. اشتروا فاشتروا برضو الباك فايل. امورنا والله كلمة طيب. انا عندي سفير ما فيش مجال مش موجود على سفير ولا سبرينجر موجود. تمام. وعايز اعرف هي على انهي انا وانت دلوقتي هنوصل لها دلوقتي. يعني ايا كان الداتا بيز اللي حضرتك ما تعرفهاش. مجال العلوم والرياضيات في سي اي مثلا جامعه القاهره. لوكال حاجه لوكال ولا هي لوكال بس يعني شركه دوليه. طب انا هي مش موجوده على اي بريد. مين الناشر بتاعها؟ نعم مين الناشر بتاعها؟ لا هي كانت لوكال هي لوكال بس تبع جامعه القاهره. لوكال هدور عليها على ام بي سي. كده يبقى حضرتك هتطلع بعد المحاضره مباشره على طول. خمس دقايق انا مش هتطلع هديك اكونت على ايه يقول لي سي هتلاقي على جامعه القاهره. طيب خلينا ناخد المثال ده. EULC.edu.edu اتحاد المكتبات ده الاكونت ده بتشتغل فيه شهر كامل سنه كامله من البيت. ايه؟.edu.education.edu بس خلينا برضو نقول المثال اللي استاذنا قاله ولنفرض ان انا ما اعرفش الجورنال بتاعي ده عند اي داتا بيز فليه رحت وديته على كلينيكال كي ورحت ضغطت على الجورنال. انت عارف قبل كده ان الكلينيكال كي هو اللي بيبيع الجورنال ده عشان كده رحت. طب انا ما اعرفش الجورنال ده اللي انا قابلني على السكولر ولا في اي مكان ما اعرفش اروح ادور عليه فين هنا. الله الله. طيب حضرتك وانت شغال في ال وانت شغال على السكولر اذا قابلتك البيبر وعرفت انها بيب هتعرف مين اللي بيبيعها. اكيد هتلاقي طلع لك علامه سبرينجر كثيره غيره. طب ولنفرض ان انا مش عارف فين حضرتك وانت واقف هنا لما بتسجل في اكونت لا تذكر لا خليه زي ما هو اشتغل نفس الاكونت. انا عايز ادخل انا عايز افصل للشاشه دي الاول خالص. اذا انت حضرتك مش عارف البيبر اللي انت عايزها دي او الجورنال نفسه مين اللي بيبيع الجورنال ده من ال 30 او ال 35 داتا بيز اللي عندنا دول هتيجي هنا على الادفانسد سيرش. ادفانسد سيرش وهتدخل عليها وهتعمل السيرش بتاعك عليها. كل المطلوب منك هنا ان انت تحط اسم الجورنال او اول اسم في الجورنال بس. واحنا هنشتغل معاك هنكمل معاك نتيح لك اتحاد لكل شيء. كل ما هو متاح على الداتا بيز هيبدا يظهر لك ويوجهك ان الجورنال ده موجود عن وايلي موجود عن اوفيد موجود عند مين ولينكات ورا بعضها لحد ما توصل للبيبر اللي انت عايزه بطريقه بحث سهله جدا. كل دي الداتا بيز اللي هو هيدور لك فيه. كل دي الداتا بيز. طب الشاشه
كل اللي كان عليه علامه صح دي دي الداتا بيز بتاع بنك المعرفه كل ما هو متاح على بنك المعرفه حضرتك بتبحث فيه مره واحده دلوقتي وبتبحث فيه عن الجورنال اللي حضرتك عايزه. طيب انا دلوقتي ممكن اختصر وقت شويه، انا عارف ان بريتانيكا ما بيبيعش حاجه خلاص لو انا معلم عليه على كله علامه صح دي من هنا عرفت انها مش عند البريتانيكا خلاص لغيت مش عند دي ولا هنا دي ابدا اسيب الحاجات اللي انا حاسس ان هم لا ولا اللي انا عارف ان هم بيبيعوا جورنالز علميه او طبيه او ايا كان المصطلح اللي حضراتكم بتستخدموه. هنا هيتحقق في كل الداتا بيز دي مره واحده عليه، ده لو جورنال تاي مني وما اعرفش مين اللي بيبيعه. اذا انا عارف مين اللي بيبيعه خلاص عرفت ان الجورنال ده ويلي الواحد او وايلي زي ما الناس بتنطقها وايلي خلاص ماشي عندي او عندي. في داتا بيز ثانيه خليني اقول لك عليها برضه هتفيدكم جدا كباحثين اسمها بروكويست. بروكويست ده بينزل فري فول تكست لرسائل ماجستير ودكتوراه اتناقشت بره مصر. فري فول تكست يا فندم عنده 1,300,000 اطروحه اتناقشوا بره مصر. تقدر تنزلهم على جهازك، اي رساله منهم تقدر تنزلها فري فول تكست. بروكويست ومغطي مجال الساينس، مجال العلوم عنده. قاعده البيانات ثاني اسمها بروكويست. اللي هي موجوده في بروكويست اللي هي واضحه هنا واحنا عايز ارجع تاني لمصادرنا. طيب هل الكلينيكال كي، طيب انت خلينا على محمل هناك، هل انا ممكن اشوف فيديو في الكلينيكال كي؟ انت متاح مالتي ميديا؟ متاح يا فندم تقدر تشوف فيديوهات. ممكن تحدد السيرش بتاعك. هنا احنا دخلنا على جورنال، هنا تقدر تبحث جوه العدد ده بس، عدد بس. لو دوست باك واحده تقدر تبحث جوه الجورنال نفسه، هنا ببحث جوه الجورنال نفسه، انا عارف ان الجورنال ده امريكان جورنال اي تخصص من اللي عند حضراتكم، الجورنال ده عايز ابحث جوه الجورنال، ما عنديش بيبر معانا بس انا عارف ان الجورنال ده مهتم بغطي مجالي فهبحث جوه الجورنال ده نفسه. يبقى انا عندي طريقه اني ابحث جوه العدد واحد وطريقه اني ابحث جوه الجورنال لوحده او ان ابحث في الداتا بيز نفسها من فوق من هنا. يعني كل ما بيتضيق البحث بيكون اسرع ووقت اقل. فانت هنا تقدر تبحث في الجورنال نفسه اذا انت مش عارف هل في اي عدد من الاعداد دي البيبر اللي انت عايزه. طيب انا بعمل السيرش بتاعي وعايز صور بس. تقدر تروح في المالتي ميديا وتختار ايمجز او تتفرج على عمليه جراحيه ايا كانت العمليه الجراحيه الدقيقه اللي حضرتك عايز تتفرج عليها، بس انا حددت ان يطلع لي الفيديوهات بس. هتتفرج وشغال وموجود فيديوهات لادق العمليات الجراحيه تقدر تتفرج عليه. هتطلب مني زي ما الناس طلبوا مننا قبل كده ان انا عايز اعمل داونلود للعمليه الجراحيه. هو مش متاح الداونلود، مش متاح انك تعمل داونلود تتفرج عليها اونلاين زي ما حضرتك عايز مره واثنين وثلاثه وعشره. انما حبايبنا بيوصلوا انهم بيعملوا حاجه في ام البرنامج ده وينزلوا داونلود للعمليات رغم ان البروتوكول مانعها. بينزلوا يا فندم العمليات الجراحيه بينزلوها داونلود. انا ما اعرفش، انا والله ما اعرف. بس بينزلوها فعلا. انا شفت ناس قالوا لي لا بننزل وبننزلها العمليات الجراحيه رغم انها في البروتوكول وانت بتمضي يا فندم توقع البروتوكول ما تعملش داونلود ما تخالفش التعليمات يعني. طيب هنا برضه في موضوع خلينا نبص على الكلينيكال ترايل او الدراج. هنا يا فندم احنا شغالين في امور يا دكتور. غالبا ما فيش اجراء لحد دلوقتي، ما فيش اجراء الا اذا اتكرر قوي الموضوع. انا هقول لساعتك على قفلوا عليا في مره. هو ما عملش ده، هو عامل سكرين شوت بس. بس انا اتفرجت عليها وانا سجلتها. انا شفت الناس بس ما فيش، هو ما فيش اي اجراء لحد دلوقتي. القانون ان انت اننا نعرف ان انت بتبيع الحاجه بس طالما بتستخدم الحاجه مجانا. قفلوا عليك ليه بقى؟ قفلوا عليا كنت بعمل داونلود ل حاجة عن الديجيتال لايبريريانز بدون ما اعمل اي سيرش، بدون دخلت كده واعمل. هو البروتوكول بيقول اي داونلود يجب ان يكون نتيجة عملية بحث، فانا بدون بحث في البداية بدون اي بحث وبدأت ادور على مكتبات رقمية داونلود 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 في النهاية قفل الاكونت بتاعي.
في جامعه القاهره، في حد خد سيريال نمبر من مايكروسوفت واشتغل عليه كوميرشال، كانت واحده وجابوها لانها باعت النسخ بتاعت الورد فتعرف انها تغير يعني حاجه دخلت، فهو خلاص اتوقع انها كوميرشال وتدفعوها سهل ان بيوصل ليه. هو سابوها لحد ما جابوا رجليها يعني. خلي بالك برضه في موضوع البراكس دي، الادويه في مصر لها اسم، كل دول الماده الفعاله ثابته، وكل دواء في كل دوله له اسم مختلف عن الدوله الثانيه. من هنا من البراكس دي اقدر اعرف اسم الدواء المعين اللي انا شغال عليه في مصر، في الكويت اسمه ايه، في السعوديه اسمه ايه، في برلين اسمه ايه، في امريكا اسمه ايه، بنفس الماده الفعاله. واقول لك الدواء ده في كل دوله الاسم التجاري له ايه. في عايز اوصل للكونسلت، ان انا دلوقتي كطبيب او كباحث نقدر نعمل كونسلت حوالين نقطه معينه مع عدد من الباحثين في اي كان الدول اللي هم شغالين فيها، نشكل كونسلت ونعمل نقطه نعمل بحث هنا. مش بس هنا حضرتك في الـ في الـ في الدراج دي، انا كطبيب اقدر اصرف النوعين من الدواء دول مع بعض ولا هيحصل تفاعل؟ برضه هيفيدك اللينك ده، هيفيدك ان انت الدواء ده ما ينفعش يتصرف مع الدواء ده في النقطه دي. عايزين نوصل لل البيشنت ادوكيشن، دي من اسمها معروف، تقدر الحاله لو انت تقدر تعمل تشخيص لحاله وتطلب العلاج يكون ايه. واضح النقطه دي يا جماعه؟ شخصت الحاله كطبيب، شخصت الحاله خالص وعندي التشخيص ريبورت كامل، والعلاج ايه، تقدر تطلب العلاج للحاله اللي انت شخصتها من هنا. هي القاعده من نفسها يا فندم جمعت كل الشغل الكلينيكال اللي عند الكتير. تمام؟ اكيد. لو حد عايز مصطلح عندكم، مصطلح ايه، مصطلح علمي عندكم عايزين نشوف عليه. يعني هو صح ده صح كل هو الموضوع يعني كان بدا على طول باخر شويه، لكن احنا دلوقتي عندنا في نظام في علم الحيوان احنا بعت لهم دعوه عشان شغالين بالكانسر خلاص. الناس دلوقتي الجماعه بتوع بايو كيمستري الارت كانسر كل ما بقى عندهم بتدي ارت كانسر، فاحنا كنا عارفين ان هم كانوا موجودين لان هم يعني لهم حاجات محدده، ده كان الهدف الدنيا فيها. لكن هو طبعا يعني الناس كتير دلوقتي بتكتب عليهم فكرت ان انا عندي كذا يوم فتكات داخله هيجي اخد كذا. دلوقتي بقى عندك بيشنت اديوكيشن او اي حد متخصص. الحاجه الثانيه كمان اللي احنا دخلنا قلناها ان احنا بنعتبر كل جميل حضر المؤشر النهارده رسول ومكلف ان هو المحيطين بيه ان كانوا اهالينا بره الحاجه او الزملاء الموجودين، لان احنا عرفنا حضرتكم اعتقد ان كل واحد حضرتكم دلوقتي ادرك قد ايه الحاجه مهمه وقد ايه ان احنا دافعين فيها فلوس، دافعين فيها فلوس ملايين، وقد ايه مش الفلوس دي. يعني انا عن نفسي امبارح انا دلوقتي هنتكلم عن حاجه، امبارح انا اول امبارح برنامج لفيت على كل الادارات علشان اقول للناس اللي عندهم عيال في المدرسه تعالوا اوريكم مدرس ببلاش. فهروح حضرتك حاليا في مدرس موجود في البيت ببلاش المناهج التعليم العلوم من الاولى من الرابعه ابتدائي لحد الثانويه عامه. كل المناهج مشروحه بشكل هنشوف ان شاء الله ده سهل لو من هنا يا فندم. حضرتك بس في اي تخصص عند حضرتك في العلوم بقى بعيد عن الطب خالص، في اي تخصص يا ريت حد يشوف هيطلع لك نتيجه البحث. ماشي يا باشا مش مشكله عادي، خلينا نقول جوتن مورجن جوتن تاك برضو. ماشي انا اللي ايديا اوكي اوكي، لازم اشوف اللي يطلع معايا. ما هو هيجيبها اصلا هو بس بطريقه الحل. اوكي حضرتك تكع على الست، تكع على الست هي هتجيب بورد. ماشي اصل انا غيرت الكيبورد اصلا باظت فهي هي تحت. بص حضرتك ما انا فاهم، بس انا الكيبورد كان معايا كيبورد الماني بعدين باظت فجبت الكيبورد من ثاني. دي نتائج تقدر تبص عليها حضرتك على جهازك. فاندمنتال اوف بلازما فيزكس تقدر تنزل اي حاجه اي شيء انت عايزه اي تقدر تنزل الكتاب. الفكره ان هنا
الداتا بيز دي مش طبيه ولا ادبيه ولا علوم، في عليها كل شيء. ميزتها يا فندم ان احنا زي ما قلنا تقدر وان كليك هنا تنزل الكتاب بالكامل، ولنفرض ان انا رايح مؤتمر في القاهره في كذا وعايز اشتغل على الموبايل بتاعي، مش عايز اضرب الباقه كلها في كتاب، اي شابتر الشابتر اللي حضرتك عايز تقراه تنزل تعمل داونلود للشابتر واحد بس. وهم بره دايما بيحبوا الطريقه دي، ان انا انزل الشابتر اللي انا عايزه بس، هو مش فارق معاه انت نزلت الكتاب او طالما ملتزم بالبروتوكول وليس الغرض تجاري، نزل الكتاب زي ما انت عايز مش فارق معاه. بس انت كل ما كان الداونلود بتاعك تقيل، كل ما حرمت واحد زي حالاتي قاعد في قريه في نجع والنت عنده بطيء، حضرتك في مدينه وعندك نت قوي بتقعد تعمل داونلود للي انت عايزه واللي انت مش عايزه، وانا قاعد هناك مش عارف اعمل داونلود لبيبر المشرف بتاعي واقف عليها ومحتاجه ضروري. فانت اعمل داونلود للي انت عايزه بس، الشيء اللي انت طالبه او اللي انت محتاجه. ثانيا بنؤكد على ان كل ما يظهر لك من نتيجه بحث هو موجود في مخزن، وقت ما تحتاجه هتلاقيه، مش هيقفل عليك في وقت من الاوقات. واضحه النقطه دي يا جماعه؟ في حد هو بس في كمان حاجه يعني بص دلوقتي احنا كنا بدنا ندرس على الفاكر فيه وجدنا حاجات في بيور فيزيكس، هو في السبير بس هو في السبير على سبيل المثال كل الداتا بيز اللي عنده كلها في مكان واحد، هو انت بس انت دخلت من طريق بوابه الكيمياء خلاص؟ يعني انت دلوقتي عندنا داتا بيز لقسم الكيمياء خلاص؟ بس انا قسم الكيمياء كله متوسط بقيه الاقسام، فانا دخلت من بوابه عيون يعني عند بوابه الكيمياء دخلت جوه الكليه. الحاجة الثانية كمان ان احنا كتير عندنا الساي هاب وعندنا شوية حاجات كده، الحاجات اللي كلها معمول لها سكان، لكن انت هنا بتجيب البي دي اف ده كرييتد من الاوريجينال، فبالتالي الكواليتي بتاعته عالية جدا، مش معمول لها سكان ولا حد مصورها ولا حد وحاجة جديدة. يعني دي نقطة مهمة، ان انا هنا البي دي اف اللي عندي صحيح متاخد من الاصل، الجرافيك من اصل التكست، فالدنيا الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، مش معمول لها حد عملها مكتبه وراح عملها في الشارع. يعني ده مثلا الكميه الاصليه مش حد ساحبها وراها. خلينا نتكلم برضه عن نقطه بسيطه خالص في موضوع اللي الدكتور اتكلم عليها بتاعت ان انا باخد الحاجه الاصليه ومش الاصليه والامور دي وموضوع البلجرزم والحاجات دي، مع احترامنا الشديد للجميع. تركيب مصر كدوله في السنه طيب احنا كنا مسيطرين في البليجرزم. طنطا كانت عامله 218000 داونلود في احنا بصراحه عندنا افراط او افراط في استخدام الداونلود اللي انت عايزه وانت مش عايزه. تمام، فاحنا خلينا كل ما هو متاح لي تقدر تستخدمه. زي ما انا هتكلمكم عن الرويال سايت اوف مصر ولا لا 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 في حاجه سواء معانا جمله خصوصا الكيمياء غير الكيمياء متاحه لو حضرتك عندك باشا ورايا في القاعده بتاعتك بس انا هنستاذن الباشمهندس مصطفى قال لي بس معلش يا حد الكيمياء يعني جماعه الكيمياء لا اهل الكيمياء دكتور محمد موجود زي ما موجودين القاعده دي الجمعية الملكية البريطانية بتاعت الكيمياء، ودي ده شيء متخصص اعتقد كل جماعة الكيمياء يعرفوه. طيب برضو معلش خلينا اقول لكم على الداتا بيز دي بس بتاعت الاتوميك تريننج. الاتوميك تريننج فيها تدريب على كل السوفت وير اللي ممكن يقابلك، اي برنامج انت عايز تدرب عليه، عايز احط الريفرنس في الوورد ازاي، عايز اعمل اي حاجه في الوورد ازاي، اعمل برزنتيشن قوي ازاي، اغير والعب في الصور في الفوتوشوب، فيها تدريب على كل ما يخطر في بالك، حوالي 200 برنامج تدريب عليهم فيديو على السوفت وير. وكل الشروط بتاعتك بتطلب ان انت وانت داخل بس قبل ما تعمل اي حاجه انك تعمل ريجستريشن على اي شيء انت عايز على الداتا بيز دي. الداتا بيز الثانيه ممكن اشتغل عليها بدون تسجيل. اتوميك تريننج لازم اسجل على الداتا بيز نفسها. واضحه النقطه دي يا جماعه؟ لو عايز تتدرب على اي سوفت وير اعتقد الكلمتين دول بيوضحوا لك ايه اللي على الداتا بيز دي. في حد عايز يستفسر عن اي شيء اتفضل. هي مشكلتنا بس اللي عايز ساعتك ان احنا ما نعرفش ندخل على الداتابيز بتاع امريكان كيميكال سوسايتي ولا ويب سايت ولا اي جمعيه اخرى غير السبب اللي هو السفير. لا هي سوسايتي خلاص متاحه ليك اشتراك كل اشتراك ذهبي يا فندم. لو في حاجه كل ما هو متاح على الرويال سوسايتي في كيمستري اصبح متاح ليك بشكل مجاني. هي يا فندم هندخل عليها دلوقتي مع بعض وبدون اي ريجستريشن عليها. مش مطلوب من سعادتك تعمل اي ريجستريشن عليها، كل ما هو متاح عليها متاح ليك.
يعني خلينا نكتب واحدة دلوقتي وحضرتك من كنتات أصل ابعت لنا رسالة ابعت لنا رسالة بس وصيل احنا بنشتغل على حضرتك تبعت رسالة والدكتور يبعت رسالة وكم واحد يطلب القاعدة نشترك فيه تمام؟ يعني لو حضرتك وخلي كل الطلبة عند حضرتك في القسم يبعتوا لنا على كنتات مطلوب اشتراك في قاعدة كذا في قاعدة كذا وتبدأ ثق بيننا نشترك فيها إن شاء الله إذا مطلوبة من عدد كبير من الجامعات احنا نشترك فيها الميزانيه تكاد تكون مفتوحه على في فلوس مش بس دفعنا نص مليار ده ووقفنا على كده في فلوس نقدر نشترك فيه طول ما في استخدام او بنشترك بناء على طلبات اعضاء بنلبي لهم طلبات حضرتك بس لو قريت الكلمتين العرب دول من انا وراهم هتلاقي متاح لك الداتا دي كل ما هو على الجمعيه الملكيه للقناه بتاعتك كل كله متاح لك ما تقلقش وإذا قابلتك أي مشكلة تواصل معنا أو تواصل مع إدارة الموقع وهتلاقي كل شيء متاح لك بنسبة 100% بنسبة 100% كل ما هو على الجمعية دي متاح لحضرتك. من هنا أول ما حضرتك دخلت على الأكاونت بتاعك رحت ضغطت على كلمة مصادرنا بيفتح لك كل الداتا بيزز بتنزل بالماوس لما توصل ل RS اللي هي Royal Society of Chemistry داتا بيز من بره خالص واضحه لازم حضرتك تكون مسجل زي ما الدكتور قال الصبح لازم يكون عند حضرتك اكونت على بحث على اكونت بتاعك تكون حضرتك سجلت من ايه على الاي دي من الدكتور اشرح لك ثاني النقطه دي لانها عادي خالص احنا الموقع بتاعنا دكتور محمد هو حضرتك اكتب عارف الورقه بقى كده انا هو ekb.eg خمس حروف اصلا سهل جدا صحيح خلاص ekb.eg اول ما بفتحها على طول مباشره بيبقى عندي اثنين اوبشن موجودين خلاص اوبشن الاولاني احنا كده في الرئيسيه طبيعه الحال اوكي عندي تسجيل وعندي تسجيل دخول خلاص بحكم ان حضرتك باحث انا عشان بس داخل باسمي دلوقتي هنا فانا مسجل خلاص داخل حضرتك بتسجل من جوه الجامعه بيسمح لك ان انت تخش على كده ما ينفعش حتى من البيت البيت مش هيسمح لحضرتك قبل كده اللي اذا كان هينفع تشتغل بالايميل الرسمي ولا في البيت ان شاء الله مش عارفين لسه بس خلينا اقول لحضرتك النهارده من جوه الكليه بتعمل تسجيل دخول بتسجل بياناتك بيانات حضرتك هي البطاقات الحال موجوده عندهم اصلا هم عارفينها فبسجل بياناتي وبعد كده بدخل خلاص كده خلاص مجرد عملت اكونت الموضوع انتهى بالنسبه لي دلوقتي في سماحيه لمده شهر حضرتك تشتغل من البيت بس خلال الشهر ده او الشهر اللي يخلص بتسجل تاني دخول من جوه الكليه في اي يوم من الايام تعالى تفتح الكمبيوتر وتعمل تسجيل دخول يديك شهر تاني تشتغل من بره الكليه لان الخدمات اللي حضرتك لما ايه؟ انا كنت بقول لها شهور بس هو دلوقتي قال لك ان حصل تعديل لمده شهر. ترجع تاني. فانا بس ما اعرفش التفاصيل شكل ايه يعني مثلا انا طلعت الحاله وانا شغال عليها ما انا رايح جاي اسجل انا ما لحقش ولو اتقفل معايا في البيت بقى يكون اسجل ما فيش فيها اي حاجه خالص بس هو حضرتك الاكونت مش بيتلغى هو بس كل القصه كلها ان انا كباحث ليا كل المحتوى اللي موجود على بنك المعارف لكن لو انا داخل كطالب ليا محتوى معين بورتال بالتراك بمشي فيه لو انا اطفال حاجه ثانيه لو انا قراء عام حاجه ثانيه هو مش بيقفل بينزلك مثلا من باحث لقارئ عام برضه ليك ايه ليك سماحيه تعمل حاجه فبتيجي تسجل جوه الموضوع ما ضافش اي حاجه خالص يعني حضرتك لو ما عملتهوش لوحدك يعني ثلاث دقايق بس عملته قلت له تمام يعني دي نقطه مهمه الحاجه الثانيه يعني علشان بس في طلبه موجودين دي الطلبه اللي انت عندك برضه بوابه لو دخلنا عليها انا كنت فاتح دلوقتي على احنا كده فين اوكي خلاص انا لو انا على مصادرنا موجود دي للناس اللي هم حوالين اللي هو قناه ديسكفري وتعريب العلوم يعني كل الحاجات الكيمياء المنهج من رابعه ابتدائي لحد ثانويه عامه مناهج العلوم والرياضيات رابعه هتلاقي الرياضيات وعلوم الحته دي موجوده في ديسكفري اديوكيشن خلاص بيشرح ازاي هو عمل ايه هم عندهم انتاج اوريدي معمول عندهم بره بشوف على اليوتيوب او هو متاح عندهم على ناشونال جرافيك معمول بحرفيه مش معمول اعتباطي هم كل حصل ان هم حطوا له محاور عربي يعني ترجموا المنطوق حد عربي يتكلم هتلاقي حتى حاطين صوت الست بتاع البكار اللي الاطفال كلها بيحبوها اللي هي بتاعه الحاجات دي كلها الصوت المعروف فبيستعملوها فلو دخلنا عليها هتلاقي عندك الشروحات كلها موجوده
اي حد بقى ثانويه عامه، كل مناهج ثانويه عامه كلها الوحدات اولى ثانوي كلها موجوده، انا شفتها بالنسبه لرابعه ابتدائي كلها موجود. وانا حاليا كده شغال تحت تحت المسمى ده، يعني انا اللي بستخدم الداتا بيز من جوه الناس دي، فدي متاحه يعني عندهم كده. يعني لا ده انا شفت الراجل ده بس عشان الوقت بتاع حضراتكم، لو دخلت شرحت الجهاز الهضمي طفله في رابعه ابتدائي بتتكحل جدها في الورشه بتقول له بطني بتوجعني، راح يشرح لها الجهاز الهضمي بلغه مش انا بالنسبه لي يعني ايه، لكن لو الطفل ابن صغير بيسمعها بيبقى مركز جدا، لان هو بدا يعمل معاها مفرمه التوم، فرم الاكل الموز وحاجه زي كده، وحط عصاره وجاب شراب، حتى هو الامعاء خلاص، وحط الامعاء ووصل هو مش جاب شراب، هو جاب كلهم بقى صح طول شويه، والاخر وصل معاه الدقيقه لحد انها الغريزه ووصل الموضوع، شرح الجهاز الهضمي الواد ما بيشوفه قاعد اكنه بيتفرج على حاجه، انا بالنسبه لي عشان عارف اشكال، لكن هم شغالين ده بيع حياتنا دي مصريه بقى خلاص. لما هنا بتشرح له الاحتكاك، الجماعه بتوع رياضه الاحتكاك، لا بتقول العب بولينج، تعال بولينج بقى اسهل الاحتكاك وحاجه زي كده، انواع الروافع بشكل كده، الحاجات دي كلها موجوده. لو في بقى الحاجات التانية هتلاقيها موجوده بالنسبه للطلاب اولياء الامور المعلمين، عندهم ريسورس يقدروا يشتغلوا عليها، لان هو اصلا كمان متاح بالنسبه للناس دي كلها. فالمناهج كلها مشروعه داتا بيز موجوده، محتاجين ان كل المصريين يعرفوها بجد حقيقي، يعني اي حد دلوقتي كان بيعاني يخش على الساي هاب عشان يحمل، اي حد كان بيروح يبعت لبره، اي حد بعت لي البلد الفلانيه، كل حاجه موجوده تحت الباب، دي احنا عارفينها اهي، محدش يقلق من اي حاجه، كل حاجه موجوده اشتغل بس، محدش يفكر ان هو يتعذب ان البحث مش موجود، رسائل موجوده بالمصادر خلاص، يعني الرسائل هنا البروكوست 2 مليون رساله موجودين عندنا، دار المنظومه بالنسبه للجزء العربي حضرتك بتتكلمي، لو اي حد كليات عربيه كل اكتر من 400 الف رساله عربيه اقدر احملهم خلاص، علاوه على اننا عندنا الموقع بتاع الاي او ال سي ان كل الرسائل الموجوده في مصر كلها متاحه خلاص. بس ما اعرفش يا استاذ خالد هم دلوقتي بيقولوا 14 صفحه، هنسمح لنا امتى ان احنا نشوف؟ مش عارف يعني، انا دلوقتي اي حد دلوقتي طالب عشان يسجل يروح جامعه يجيب ورقه ان هو تسجيله مش موجود، لا لو فتحنا افتح الحركه الاي او ال سي دوت اي جي دوت دوت ادي دوت اي جي خلاص، عندي المفروض ان انا اصلا مسجله يعني الحاجات دي كلها اصلا بشتغل على استمرار خلاص. ده موقع، في موقع تاني اسمه اي او ال بس خاص بمجلس اعلى الجامعات، بس زي بعض يعني الاثنين يا كان يا كودو، دي كلها داتا بيس موجوده خلاص. انا ليه حساب عليه تسجيل دخول اهو، استاذ خالد بيبعت لي دايما بس ما بفتحش كتير والله، مفاجاه بالرسائل بتاع حضرتك يعني، انا ليه حساب موجود، علي سليمان اهو موجود ماشي اوكي، بس انا مش موظف لان هم في اثنين بيدخلوا موظف بيه ليه تراك وانا ليه تراك خلاص، انا مستخدم عندي اربع رسائل موجودين وكلهم ولا شعار الاستاذ خالد كان عامل لي دعوه ليه، حاجتي كلها موجوده ارفع حاجتي كلها. وبحكم ان احنا معانا عضويه تدريس دلوقتي حاليا وموضوع السيتيشن والاتش ام اس والاي ان الحاجات دي كلها، انا كل المكانات متاحه كل ما كنت بتشام انا ممكن ارفع الحاجات كلها موجوده عندي خلاص، انا رافعها في اكثر من موقع، بس انا عندي ده كله حاجتي، ده كله الاكونت بتاعي. شوف بقى انا عندي هنا البدايه مقتنيات المكتبات، حضرتك عندك ال 26 مكتبه بتوع الجمهوريه كل الجامعات موجوده خلاص. دكتور محمد موضوع السيرش مكتب الملوكلر كنت قلت كلمتين كوانتم ميكانكس خلاص، انا عندي هنا في طريقه حاجه محتاجه ان انا اعرفها، دي كل الجامعات الموجوده عندي الجامعات المصريه انا ببحث فيها حته بالظبط بيحدد لي كل ما كنت مستخدم فلاتر صح، كل ما انا عارف انا بعمل ايه، بس خلي بالك ان انا بكتب الكلام، انا عايز الكلمه دي فين حته، انا عايز الكلمه دي في العنوان ولا في المؤلف ولا في النص، دي مهاره محتاجه اعرفها. المهاره الاهم ان حضرتك البروجرامر اللي عمل الموقع ده كل ايقونه من دي لها استبدال، حضرتك دوس وما تخش، انت لو احنا جبنا اي حد يتكلم او اي حاجه زي كده ما بتساويش ان حضرتك تعمل بالطرقع على الكيبورد خمس دقائق، طرقعتك على الكيبورد ان انا بقول ان انا عايز الموضوع فلان فلان خلاص، انا عايزه فين حته، الموضوع ده اساسي كوانتم ميكانكس فيزيك او بلازما فيزيكس، ده عنوان ولا مؤلف ولا مين ولا مين ولا مين بالظبط، كل ما احط حاجه استخدم الفلتر الثاني واحضر الكلمتين مع بعض، اند واور، اند بتجيب نتيجه واور بتجيب نتيجه مختلفه تماما. خليني اقول كل الكلام ده اهو، انا ما عملت سيرش التاريخ بتاعي الموجود اهو شايفينه اهو، كل سيرش عملته متسجل في اي وقت الاقيه، انا لو دورت على فاروق البسط لما كان عامل كتاب على مصر على حاجه زمان، لا لا سته الكتاب موجود في، عرفت ان هو موجود في اسيوط موجود في حلوان خلاص. لو انا بقى كده هروح اقول للمكتبه لو سمحت هاتوا لي الكتاب ده، هيبعتوا يجيبوا صور اول ما يستعيروه يرجع لي تاني، زي خدمه بره موجوده، بس احنا اللي مش بنتحرك، انا اسف في اللفظ يعني.
فدي كلها داتا موجوده بالنسبه لي. عندي القواعد البيانات العالميه الموجوده كلها اللي موجوده في بنك المعرفه زي ما هو قال كنا احنا عندنا دايما بتقابلنا اشكاليه ان الجامعه ما دفعتش اشتراك بتاع الساينس دايركت فالدنيا قافله ما بحملش فبضطر ان انا ادور على طريق الليجل اللي انا اجيب. كل الكلام ده موجود اهو بس هنا البنك المعرفه مديني اكتر. لكن انا عندي هنا ساينس دايركت عندي الابيسكو البريكوست موجود عندي الوايلي وكده والجي ستور موجود كمان كل الحاجات الموجوده بتاعت امريكا معظمها على الجي ستور موجود عندي. كل الداتا بيز دي متاحه اقدر اشتغل عليها مناهج الداتا بيز الحاجات العربيه اللي طلعت في الخليج كلها الحكومه مشتركه فيها. عندي هنا ان انا ممكن اشتغل على الرسائل العلميه قيد الدراسه واللي انتهت واللي هتسجله شغال خلاص اقدر اشتغل على اي حاجه اشوف مين اللي شغال ده قيد الدراسه موجود عندي. طيب الدكتور عبد الفتاح كان بيسال على الدورات المحليه انا عندي هنا ايكون خاص بالدورات المحليه خلاص. الحاجه الثانيه دلوقتي من اول 2007 تقريبا اي حد بيقدم رساله بيعمل تقديم اسطوانه بتروح عندهم في المكتبه المركزيه. انا عارف المكتبه المركزيه انت عملت سكان لكل الحاجه صح ولا لا؟ كل الرسائل القديمه كلها سكان دلوقتي كلها ديجيتال بطبيعه الحال. فلو حد دور على حاجه ممكن عنده اوبشن بيقول ان هو يشوف اول 14 صفحه منها عشان برضه حقوق الطبع والحاجه زي كده. ما اعرفش ان كانوا يسمحوا للناس تحمل ولا لا. سمعت عين شمس سمحت بالتحميل ب 50 جنيه الكلام ده اشاعه؟ ها؟ عين شمس بتحمل يعني ماشي عين شمس بتديك الرساله ب 50 جنيه. قال لك انا ما اعرفش طنطا فيها لا طنطا مانعين الموضوع ده ما اعرفش انت عارف 60. فانا عندي الدنيا كلها موجوده الدورات المحليه موجوده كل الحاجات دي كلها حاجه. الاوبشن الجميل قوي ان احنا بتقابلنا دلوقتي المؤتمرات انت ممكن تعمل اعلان على المؤتمرات اللي عندك وتسجلها وتبعت لكل الناس الداتا بيز لان كل الناس اللي عندها اكونت على الاي او ال سي ممكن يحضروا الحاجه. احنا مثلا طنطا الاستاذ خالد بيبعت المجموعه اللي مسجله خلاص واحنا بنتكلم والحاجات النشاط لكن الخدمات كلها موجوده تحت ايدينا كل ده موجود من البيت اقدر افتح لمده سنه اليوزر نيم ده هو والباسورد. بيبقى في حاجه صغيره بيسموها البروكسي عشان يظبط المواقع معاك بتتعمل في ثواني ومش محتاج احد يشرح لك انه بيديك خطوات 1 2 3 اعمل كذا الدنيا شغاله زي الفل. دي كلها داتا بيز موجوده عندي يعني ما عادش حاجه مش متاحه وانا مش لاقيها يعني. فده كان بنك المعرفه استاذ خالد لو في اي حاجه هتضيفها لنا. طيب انا كده في النشر الالكتروني هنا قائمه موجوده في الجنب فيها كل المجلات المحليه فوق انا كده في النشر الالكتروني المفروض ولا لسه بيحمل حسب بقى اللجان بقى حسب اللجان يعني هي لجان معترفه لها سيرة النمبر يعني لها انترناشونال سيرة النمبر عامة. في مجله دلتا العلوم يعني هنا المنصوره مثلا المنصوره جورنال اوف بيزك ساينس تابع للسيفير مثلا موجوده في بتاع جامعه القاهره المنوفيه ميديكال جورنال دي معترف بيها عشان دي موجوده تابع للسيفير اصلا يعني في كم مجله من هنا ما اعرفش الدلتا جورنال ميديسين موجوده هنا ولا لا خلاص دي الحاجات الانجليزي دي كلها دي تابع دور نشر اصلا معروفه يعني برضه بتتابع معاهم المقال اللي انت بعتها والبحث اللي انت بعته عن طريق السايت بتاعك الخدمه دي احنا بنقدمها لك مجاني بدون مقابل انت حضرتك شوف فرصه في المجله بتاعتك دي حوالي 1000 ونص هنا تاخد البطاله بمشوارك مجاني لكن اسمع حتى لما يا باشا الطلبه اللي عملت لازم احسن عشان بقى شويه المناقشه ببلاش اهو السيستم اصلا بيديك الامكانيه اللي انت تستخدمه في عمليه تلقي المقالات وفنها وتعليمها لكن لحد النهارده ما فيش اي كليه بتعمل خطه اشتركت معاها هو بس هو ما يعرفش على فكره عشان احنا ما نعرفش صح ما نعرفش صح دكتور محمد ما نعرفش عشان دكتور محمد كده احنا دي الاستاذ خالد المره الثالثه جينا الكليه والمره الثالثه بيتكلم على الموضوع ده والمره الثالثه قريب الحضور برضه للاسف الورش العام دي الناس ما بتتابعش كده كويس احنا احنا بس والله يعني حضرتك مش عارف ايه؟ طب احنا
حاطينه ده في الكليه انه كان واحد طرح على الصراط الاسلامي الجامعات اللي احنا بنطبق فيها جامعه طنطا عملنا بوكا كلهم وعرضنا عليهم المشروع وعملنا ورش عمل على المشروع زي السد والقاعده بتاعتنا بتاعت المجلات وزينا المجلات الالكتروني قبل ما نشوفها رهيبه حتى النهارده 2017 العدد بتاع 2015 لسه ما بقتش ورقه حضرتك لو رجعت المقال بتاعتك هتلاقي ان العدد بيزيد بعد 6-7 شهور هيديك التخصصات كلها والجامعات كلها صار حضرتك اي جامعه فين طنطا 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 حد شاف طنطا فين يا جماعه طنطا تحت الاول اسماء جمعك اسماء الناس المشتركين معانا في الكليه انا بعمل لك الكترون اللي هتبعتك مكان اوكي الموقع بتاعنا يا جماعه فين علي سليمان اهو موجود اهو قلت عليها دي لا لا انا رافعهم بس ما كملتش اهو على فكره انا عندي انا عندي ادوات طب على فكره بقى دلوقتي دي خلوها بقى شورت الورقه الصفراء الورقه الصفراء الورقه الصفراء تكون جوجل سكولر وتش جيت وموقع جامعه يبقى الورقه الصفراء تبقى هنا بتكتب كمان خلينا ندي زوم في الموضوع ده لان انا اصلا هو انا والله كنت دخلت فعلا ورفعتهم ده كان شغل وبعدين وقفت ما اعرفش انا وقفت ليه وهنا انا ممكن متاح لي ان اعمل داونلود واروح على البحث مش انا رفعت البحث ممكن اعمل داونلود ما انا كده كده حسابي حسابي تحت هو منزله انا اهو تحت ده حسابي حسابي اوكي اخد الجيل ده كله استخدم في حضرتك اضافه رساله علميه اضافه بحث وظيفه دكتور محمد يا جماعه السيره دكتور حميد الشباب اللي كده موضوع السيتيشن اللي بيزيد لبعض الناس لان هو اصلا متاح للناس اكثر على مستوى الانترنت يعني انا حضرتك متاح خلاص انهار البحث اللي استعملها هل كان في اصل ايه؟ يعني كل ما كانت حضرتك المنشوره متاحه من اكثر من ريسورس يبقى اي حد هيعمل داونلود هيستعين بيها فتعالى في السيتيشن يعني هو ليه السيتيشن بره بيزيد؟ يعني انا اصلا بعمل داونلود بلاقيه هو متاح بالنسبه لي فاحنا معظم يعني معظم الناس حاجتها 12 بالكتاب ما فيهاش ولا حاجه والله وصبريه وقرار تاني حاسس كامل وقدرنا صحيح في حاجة الوقت ما بنتكلم عنش أنا أعطيت كمان شوية صغيرة بنتكلم في نقطة إن أنا بتكلم عن حاجة كلها علشان أنا أشغل علي مثلا علي جانب اي تي أو معايا مصطفى أو زيس خارج في مكان وحاجة زي كده عشان يعمل الحاجة دي كلها محتاج سنين عشان يخلصها في حين لو كل واحد يعمل حاجته جوست يعني ساعة ساعتين لو بكتير قوي فلو كل واحد عمل حاجته هتلاقي الدنيا كلها شغاله لكن لما نستنى مثلا يكون موظف يتكلم او يعمل وحاجه زي كده اضفنا الشغل بتاعنا المجالات بتاعت مجالات الطب ومجالات الاعلام والكهرباء ودي اتختم المجالات بتاعت العلوم انا العلوم موجوده على فكره عندي اهو انا منزلها لحضرتك يعني انت لو المجالات بتاعت الكليه الناس واحنا نازلينها برضه على موقعنا عندنا دي اللي هي الداتا اللي بتاعت الكليه اللي معظم اساتذتنا متراقيين بيها ايوه ايه؟ يعني انا لو شفت بس هي القصه في ايه؟ ان في بحث كويس قوي اتنشر سنه 84 خلاص في مجال الدلتا وخلاص متاح متاح كل حاجه لكن بحث ما كانش متاح البحث دلوقتي بقى بي دي اف تحت النت هتشوفه لما بتعمل سيرش على حاجه هيطلع لك قدامك في يا استاذ خالد بشوف بس دوريات المحل دوريات دوريات اوكي احنا كده بنعمل شغل دبليو احنا عملنا حاجه وانت عملتوا حاجه احنا كده المفروض نكمل بعض احنا عندنا على فكره كام عدد كده كام عدد يا مصطفى احنا عندنا عدد كبير على فكره احنا عملت سكان لعدد كبير جدا احنا مش بعمل سكان انا بعمل فرصه وتشيف للمقال طيب اوكي يعني دلتا جنرال اوف ساينس شوف بقى جنرال دلتا 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 طيب احنا كده الامور بالنسبه لحضراتكم عندنا كنز موجود محتاجين ان احنا معانا بس باشمهندس مصطفى هيقول برضه شويه حاجات مهمين قوي اتمنى حق الصواب. لا تتصفى من التعليم الالكتروني، فالدنيا كلها داخله على بعض. احنا شاطرين جدا نشوفكم فينا واحسن.
يعني كله ان شاء الله يعني هعشى مصطفى انا اشتغل على ما عارف كده اعمل ايه.